حانه في حديث عن تباطؤ لمعدل التضخم ما بين شهر مارس اللي فات وشهر ابريل اللي فات. ايه اللي بيحصل؟ وده اللي اظهرته بيانات البنك المركزي واكدت انه في نوع من التباطؤ في التضخم الاساسي. في ابريل بقى 38.6، في مارس كان 39.5. وفقا للبيانات كمان حصل انخفاض للتضخم الأساسي على أساس شهري ل 1.7 في أبريل من 2.5 في مارس. يعني إيه الكلام ده؟ وإزاي ينعكس على الأسواق؟ حنو كمان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحدث عن مسألة تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين. وده يعني الحقيقة أنه ده ليه علاقة كبيرة جدا بأسعار المنتجات في الأسواق، وكمان القوى الشرائية والناس بتشتري ولا الناس ما بتشتريش، الناس بتشتري منتجات معينة وفي عزوفة عن بعض المنتجات يمكن لأسعارها. هنفهم مع حضراتكم بالتأكيد إيه اللي بيحصل ويعني إيه انخفاض أو تباطؤ لمعدل التضخم وانعكاس ده على السوق المصري. دلوقتي هيكون معنا على التليفون الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ولو تفهمنا يعني إيه تباطؤ التضخم، واللي أنا فهماه إنه لما يكون في تباطؤ للتضخم المفروض ده ينعكس على الأسعار، يعني في علاقة ده بالأسعار إيه؟ لأنه لسه الأسعار مرتفعة في الأسواق فيما يخص السلع، ما حصلش أي انخفاض في الأسعار. طيب يعني هو اصلا يعني ايه التضخم؟ زي ما حضرتك عارفه التضخم ده معناه ارتفاع في الاسعار في مقابل، يعني ارتفاع في اسعار السلع يعني في مقابل قيمه العمله اللي هي الجنيه المصري. صحيح. اللي حاصل دلوقتي ان احنا مش عندنا الاسعار بتنخفض، اللي حاصل عندنا ان احنا التضخم الارتفاع اللي حاصل ده بيحصل بمعدل ابطا من المعدل اللي بيحصل اللي كان حاصل الاول. يعني احنا ما زال عندنا زياده، لكن هذه الزياده قلت عن اللي كان بيحصل الاول. الزياده عندنا قد ايه دلوقتي؟ الزياده عندنا 30%. وبالتالي احنا الشهر اللي فات طبعا احنا كنا وصلنا لمعدلات قريبه من 40%، الشهر ده عندنا معدلات 30%، يبقى احنا لسه ما زال عندنا زياده، لكن الزياده قلت عن الشهر اللي فات. طب وانه الزياده قلت ده اسبابه ايه يا دكتور عشان نبقى فاهمين كده ببساطه؟ عندنا ثلاث اسباب رئيسيه. السبب الاول هو ان البنك المركزي ما زال محافظ على قيمه الجنيه قدام الدولار رغم الضغوط طبعا اللي حضرتك شايفاها. صحيح. سواء بقى بسبب والحديث المستمر عن التعويم. صحيح. ده هو الجنيه، البنك المركزي ما زال محافظ على سعر الجنيه، وبالتالي الاسعار اللي بنجيب بيها المواد الغذائيه ما زالت بتقاوم بثمن الجنيه بثمن الدولار الموجود في البنك، وبالتالي ده مثبت السعر شويه. دي اول حاجه. ثاني حاجه، الاسواق العالميه بتشهد يعني انخفاض شويه في، او مش انخفاض، حتى تباطؤ في الزيادات بتاعت المواد الاساسيه زي مثلا اسعار القمح واسعار الرز واسعار الزيت وهكذا، وبالتالي ده منعكس ثاني مره على قيمه المشتريات نفسها مع الانعكاس في قيمه الدولار نفسها. دي تاني حاجه. والحاجه الثالثه والاهم انه الاسعار داخل السوق المصري في ظل الحاجتين اللي فاتوا دول بدات يعني كان بيحصل زي حضرتك يعني متابعه الفتره اللي فاتت قفزات على الاسعار سواء في اللحوم سواء في الدواجن سواء في الحبوب. يعني ده القفزات دي بدات تقل، وبالتالي بدا يسمى عندنا في سعر التضخم عموما يعني. وبالتالي الثلاث اسباب الرئيسيه دول مجموعهم مع بعض رغم ان الزياده مستمره الا انها قلت، وده لاول مره يقل من 10 شهور. يعني خلال ال 10 شهور اللي فاتوا كلهم احنا كل شهر معدل التضخم بيزيد عن الشهر اللي قبله، لكن دلوقتي معدل التضخم لاول مره يقل. وده زي ما قلت لحضرتك الثلاث اسباب دول هم الاسباب الاقتصاديه، الاسباب الفعليه. لكن عندنا كمان سبب اقتصادي اللي هو انخفاض سنة الأساس. يعني إيه انخفاض سنة الأساس؟ يعني إحنا دلوقتي الشهر اللي فات كان عندنا من نفس السنة، الشهر اللي فات في نفس السنة، قصدي الشهر ده في نفس السنة اللي فاتت كان في معدل مرتفع بالقياس عليه، كنا وصلنا 18% أو 19%، الشهور اللي قبله كانت أقل، بالقياس عليه كمان تراجع المعدل، وبالتالي مجموع الأربع عوامل اللي بقول لحضرتك عليهم دول هم اللي أدوا ليه مش انخفاض الأسعار، لأ هو تراجع التضخم. وده على فكرة مؤشر كويس ياخدنا ليه اللي حضرتك بتقول عليه، ان احنا هنبدا نشوف بقى ايه، مش بقى تراجع، مش يعني تباطؤ الزياده، احنا ممكن نشوف تراجع لمعدلات التضخم، ممكن يعني كمان شهرين ثلاثه كده نبدا ننزل عند مستويات ال 20% كمان مع التطورات اللي بتحصل في الاقتصاد العالمي، سواء بقى يعني تثبيت اسعار الفائده في الفيدرال من عند الفيدرال الامريكي او كمان من ناحيه ثانيه
يعني اللي هو الضغوط اللي بتعملها ازمه البنوك الامريكيه، ومن ناحيه ثالثه كمان انه العالم ممكن يشوف اصلا دخول في ركود يعني، بالاضافه لبرنامج الطروحات اللي الحكومه هتعمله المفروض ده يوفر دولارات في مصر ب اولا يعني حصيله البيع بتاع الطروحات الحكوميه وتدفقات دولاريه جايه من الخارج بسبب الاوضاع اللي الاقتصاد العالمي موجود فيها عكس الاوضاع اللي موجوده دلوقتي، وبالتالي نبدا نشوف استقرار لسعر الدولار. اذا استقر سعر الدولار هنبدا نشوف استقرار في سعر المواد الغذائيه، اذا استقرت المواد الغذائيه هنبدا نشوف تراجع في معدلات التضخم، لانه المواد الغذائيه بتشكل 42% من وزن مؤشر التضخم اللي هو مؤشر اسعار المستهلكين. يعني اذا اسعار ذات المواد الغذائيه انخفضت هنشوف تراجع بشكل كبير جدا في مؤشر التضخم. يعني هتلاقي حضرتك الارقام اللي احنا بنتكلم عليها عن 30 واللي كانت توصل ل 40% دي هنشوف عنها تراجع كبير جدا، ممكن نتكلم على مستويات ال 20 وال 18 ويعني ممكن نشوف كمان ال 15 قبل نهايه السنه ما تخلص. لكن يا دكتور في حاله من عدم اليقين في مساله الاسعار والاقتصاد عالميا مش بس عندنا، فاحنا ما نقدرش ناكد انه مساله التباطؤ في التضخم دي يليها انخفاض في الاسعار، خصوصا وانه ناس بتفسر التباطؤ اللي حاصل في التضخم بحاله ركود، انه ما فيش بيع وشراء. ما هو ده على فكره جزء منه كده كمان، ما هو اصلا ايه اللي بيعمل التضخم حضرتك؟ اللي بيعمل التضخم ان في طلب زايد على سلع قليله، معنى ان الطلب زايد ده بيرفع سعر السلعه، صحيح؟ سعر السلعه، وده بالتالي اذا في طلب اقل ده معناه انه الفلوس اللي مع الناس اقل، معناه ان التضخم هيقل، ما ده طبيعي جدا. في اللي انا بقول لحضرتك عليه، اذا الناس بطلت تطلب السلعه، السلعه ثمنها هيقل، وبالتالي اذا الناس بطلت تطلب السلعه عشان حاجتين، يا اما ثمن السلعه غالي يا اما الفلوس اللي معاهم قليله، والاثنين دلوقتي موجودين لانه البنك المركزي من ناحيه بيحاول يرفع اسعار الفايده عشان الناس تحط الفلوس اللي معاها في البنك فيقلل الفلوس اللي في ايدها، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اسعار السلع اصلا بترتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار وبسبب ارتفاع وبسبب قله المعروض يعني من السلع في بعض في بعض في بعض في بعض الاوقات، وبالتالي احنا شايفين التاثيرين مع بعض، التاثيرين شغالين. وبالتالي انا بقول لحضرتك انه الاحوال اللي احنا موجودين فيها دي مرجح بشده، مش معناه اللي انا قلته مش معناه ان احنا هنشوف تغيير، لا انا بقول لحضرتك مرجح بشده في ضوء اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت ان احنا نشوف انخفاضات على معدلات التضخم. المفروض انه مع انخفاض معدلات التضخم زي ما شفنا ارتفاع الاسعار نشوف انخفاض الاسعار، صحيح؟ وبالتالي يعني التاثير واضح بشكل 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 زي ما بقول لحضرتك كده، اذا ده حصل المفروض ده يحصل. لكن الموضوع ملوش علاقه بتخزين التجار للسلع يا دكتور. هو ده تاثير، هو خد بال حضرتك انه دي احنا بنسميها ممارسات احتكاريه، كل ما الممارسات الاحتكاريه دي زادت في السوق كل ما السعر هيغلى طبعا. بس خد بالك دلوقتي زي مثلا موضوع الدهب لما حضرتك كنت بتتكلمي حالا دلوقتي عنه، الدوله هيبقى عندها حلول عشان تواجه اللي بيحصل ده. يعني لما شفنا اضطراب كبير في سوق الذهب الدوله اتدخلت باجراءات المفروض ما كانتش تحصل. خد بال حضرتك تجار الذهب اللي جاله في اثمانه واللي احتجزوه واللي عملوا الا المعروض هم دلوقتي اللي هيتاثروا، لان هم خد بال حضرتك اشتروا الذهب بثمن غالي وخزنوه هو غالي وما استغلوش الارتفاع اللي حاصل. صحيح. دلوقتي اللي هيحصل ان هم هيتاثروا بشكل سلبي لان المعروض هيزيد، هيخسر ارقام كبيره. نفسه ده هيحصل في السلع الثانيه زي ما شفنا مثلا اللي حصل مع الدواجن، اذا ارتفع اسعارها الدوله هتتدخل بتدخلات المفروض ما كانتش تعملها زي ان تفتح باب الاستيراد بشكل واسع، التاجر هيخسر. لكن ضبط الاسواق يعني دور الدوله وتمتلك ادواتها ويحق لها استخدامها يا دكتور، فده شيء مفهوم جدا طبعاً. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجودك معنا في التاسعه.